مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. المصدر أونلاين: الحوثيون يعدمون سائق شاحنة في رداع بعد رفضه دفع أموال. وفي عنوان آخر: المغتربون العائدون إلى لحج لم يجدوا الأراضي التي صرفت لهم. ومن أخبارنا المنوعة: حافية القدمين تتسبب بشجار دام على متن طائرة. ينشرون الموت في المدن والطرقات وفي كل مكان يصل إليه مدى بنادقهم. نطالع من موقع المصدر أونلاين: الحوثيون يعدمون سائق شاحنة في رداع بعد رفضه دفع حق النقطة. وقال مصدر محلي إن المسلحين الحوثيين أعدموا سائق شاحنة في مديرية العرش برداع في محافظة البيضاء بعد رفض الأخير دفع إتاوة مالية لهم. وذكر المصدر للموقع إن الحوثيين أطلقوا النار على السائق خالد مختار من أبناء مديرية صباح وأردوه قتيلا بعد أن أبلغهم أنه لا يملك نقودا في تلك اللحظة وأنه سيعطيهم عند عودته بعد إفراغ كمية الديزل واستلام ثمنها من المزارعين. وأضاف الشاهد أن الحوثيين أطلقوا النار وأصابوه برصاصتين في الرأس. صحيفة الأيام الصادرة في عدن تتحدث عن واحدة من أكثر المحافظات من حيث عدد المغتربين، وعنونت الصحيفة: 70,000 مغترب من محافظة لحج في مختلف دول العالم. وقالت الأيام إن مدير عام المغتربين في المحافظة محمد عبد الخنبشي قال في تقرير قدمه خلال اجتماع في المحافظة إن مديرية يافع تحتل الصدارة من حيث عدد المهاجرين في الخارج. وأفاد أن المغتربين يتوزعون في دول أمريكا وأوروبا والصين وشرق آسيا وفي دول الخليج العربي على رأسها المملكة العربية السعودية. وأكد مدير مكتب المغتربين عودة 4730 مغتربا من المملكة العربية السعودية بحكم ظروف عملهم، حيث لم يتمكنوا أن يوفقوا بين دخلهم المحدود والإجراءات الضريبية الجديدة في السعودية. وبين التقرير أن كثيرا من أراضي المغتربين المخططة للسكن والتي تم الحصول عليها بعقود رسمية من قبل الدولة تم البسط عليها من قبل معتدين. وقال مدير المكتب إن الموازنة التشغيلية الشهرية للمكتب لا تتعدى 90,000 ريال شهريا موزعة بين إيجارات وعمل إضافي ووقود وقطع غيار ومستلزمات مكتبية وضيافات، و 30,000 ريال تذهب للمتعاقدين. أوروبا في قبضة الشعبويات وخطاب التحريض. تحت هذا العنوان كتب مصطفى الجبزي مقاله المنشور في المصدر أونلاين: اهتز العالم أجمع لخبر الحادثين الإرهابيين اللذين وقعا في مسجدين في أقصى الشرق في نيوزيلندا، في بلاد لا يسمع أحد عنها إلا ما هو ساحر وجميل ومطمئن. تعيش المجتمعات الغربية على وقع ثنائيات حادة وشعبوية جارفة تغذت كثيرا مع صعود الرئيس ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. المركز الرأسمالي والليبرالي الذي أخذ على عاتقه مهمة الرسولية في نشر الديمقراطية والتبشير بخصال الرأسمالية والسوق الحرة، وإن عبر الحروب وسحق حياة وتاريخ أمم وشعوب كما هو الحال في العراق. عماد هذه الشعبويات هو التحريض على الآخر والانكفاء والاختزال، مع التشديد على استراتيجية مكافحة الإرهاب وتداخل الإرهاب بالإسلام في المخيلات الجمعية. ومقابل الأزمة الاقتصادية وتفشي البطالة والمستقبل المجهول، ينهض يمين متطرف في أوروبا ينهل هو الآخر من ذات النبع التحريضي دون وازع، مما يؤكد على أن مشروعية تقدمه المعنوية تستند إلى السلوك الإرهابي الذي تنفذه جماعات وأفراد إسلاميون يضربون في عمق المجتمعات منذ سنوات، مخلفين صدمات نفسية كبيرة. وقبل هذا فإن العالم الإسلامي هو الآخر يغص بالحروب والجماعات المتطرفة التي تقتل من أبناء جلدتها وشركاء الملة والدين أضعاف أضعاف ضحاياها من غير المسلمين. ها نحن في لحظة ارتباك وغياب رؤية وظلام، وظلامين من كل صنف وفي كل مكان. بالمقابل يتعمق التخبط وتتوزع الاتهامات في كل الاتجاهات، وتتكلس الشعوب وتنمو ثقافة المظلومية واعتبارها مستهدفة ويغيب العقل.
تسببت الحرب في تدهور المنظومة التعليمية في البلاد، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف الأنشطة المدرسية بالرغم من أهميتها الكبيرة في رفع كفاءة التلاميذ من خلال تنمية مهاراتهم المختلفة. وعنونت صحيفة العرب الجديد مدارس اليمن بلا أنشطة. أحد الباحثين التربويين الذين تحدثوا لصحيفة أشار إلى غياب الكوادر المتخصصة المؤهلة لمتابعة وتنفيذ الأنشطة. ويقول العرب الجديد إن السلطات في وزارة التربية والتعليم معنية بتوفير الإمكانات اللازمة للمدارس من خلال توفير ميزانيات لتنفيذ الأنشطة وتأهيل المعلمين. أحمد السعدي، وهو معلم مشرف على الأنشطة المدرسية في مدرسة حكومية بصنعاء، قال إن الحديث عن غياب الأنشطة المدرسية في الوضع الراهن لم يعد مجديا بسبب عدم انتظام العملية التعليمية جراء غياب المعلمين وتكرر الإضرابات والاعتصامات في المدارس الحكومية التي تطالب بصرف الرواتب المتوقفة منذ أكثر من عامين. يضيف السعدي العربي الجديد: المعلمون غير قادرين على تأدية واجباتهم باتجاه التلاميذ وتعليمهم كالسابق بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمرون بها. ويضيف أن كثيرا من المعلمين بحثوا عن أعمال أخرى وتركوا المدارس لتأمين احتياجات أسرهم. يشير السعدي إلى أن الأنشطة المدرسية متوقفة تماما وليست من أولويات القائمين على العملية التعليمية في هذا القسم من البلاد حاليا كما كانت في السابق. تزايد عدد الضحايا المدنيين في اليمن على الرغم من وقف إطلاق النار المعمول به منذ 3 أشهر في مدينة الحديدة، مع تصاعد الصراع في أماكن أخرى، حسب ما ذكرت جماعة إنسانية وفقا لتوصيف صحيفة لوفيغارو الفرنسية والتي عنونت: اليمن تزايد مقتل المدنيين رغم الهدنة، وفقا لمنظمة غير حكومية. وقال المجلس النرويجي للاجئين الذي يوفر الغذاء والمأوى وغيرها من الضروريات الأساسية في البلاد إن هجمات القناصة والقصف في تصاعد مستمر على الرغم من انخفاض الغارات الجوية. وقال محمد عبدي، وهو مسؤول كبير في المجلس النرويجي للاجئين في اليمن: لقد قوبل انخفاض العنف الذي شهدته الحديدة في الأشهر الأخيرة بارتفاع معدلات في أجزاء أخرى من البلاد. ومنذ بداية التهدئة في مدينة الحديدة الساحلية قتل 348 مدنيا في محافظتي حجة وتعز، أي أكثر من ضعف عدد الوفيات في الأشهر الثلاثة السابقة على المستوى المحلي باستثناء الحديدة. وقال محمد عبدي في بيان صحفي: في الوقت الذي انخفضت فيه الغارات الجوية على مدينة الحديدة بشكل كبير واستؤنفت مظاهر الحياة، يشتد القتال في أجزاء أخرى من البلاد وكان له تأثير مدمر على المدنيين. إذا أردنا أن ننتصر لأنفسنا ولديننا فالمعركة سياسية وثقافية تبدأ بالربيع العربي وتنتهي بالديمقراطية، أما العقائد فمحلها القلب. هذه واحدة من النقاط التي تطرق إليها محمد طلبة رضوان في مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد. إذا أردنا أن نمسك برقبة المشكل بين الإسلاميين ومن سواهم في المجال العام، فهي تحويل أي خلاف سياسي أو ثقافي أو اجتماعي إلى خلاف عقدي. نحاول أن نعالج مذبحة نيوزيلندا فنجد أنفسنا أمام خطابات أولى بالتناول والمعالجة. خطاباتنا عشرات من الكتابات والتحليلات والمقاربات والبوستات تصف ما حدث بأنه استمرار للحروب الصليبية وحقد الآخر المسيحي الصليبي على المسلمين. يتورط في ذلك كتاب ومثقفون وإعلاميون ويورطون معهم آلاف الشباب. لا يكرهنا اليمين لأننا مسلمون، إنما لأننا نزاحمه في بلاده تلك التي يظن أنها له وحده. وكذلك يكره القاتل كل مهاجر مسلما كان أو يعبد صرصور الحقل. تصنيع العدو واختراعه جزء من لوازم استمرار التحكم والسيطرة على الجماعات الإنسانية. التهديد بعدو يتربص يمنح السياسيين صلاحيات كثيرة، فعلها عبد الفتاح السيسي مع الإخوان المسلمين كما يفعلها ساسة الغرب مع الإسلام. السبب الرئيس في عداء السيسي للإخوان أنهم ينافسونه على كرسي، ولو لم يفعلوا لترك لهم مساجدهم ومنابرهم ودعوتهم وحزبهم وجريدتهم مثل ما فعل مع غيرهم.
لم تكن الحروب الصليبية دينية، كانت حروب هيمنة ومطامع إقطاعية. بابا يريد أن يجمع في يديه كنائس الأرض وحكام يخشون حرمانه لهم من سلطتهم، وإقطاعيون خرجوا لمطاردة الأراضي والأموال، خدعوهم بالمسيح فانخدعوا لهم. يمكنك أن تمد الخط على استقامته إذا تحدثت عن أغلب الفتوحات الإسلامية. لا الصليب كان من وراء الحملات البربرية، ولا الإسلام كان قبلة الإمبراطوريات الأموية والعباسية والعثمانية، إنما الدنيا التي هي لمن غلب، أما الأفكار والعقائد فهي أقنعة التقديس التي يسير خلفها البسطاء نحو الموت، إحدوهم الرضا. يتواصل في صحف عربية الاهتمام بالهجوم الذي شنه مسلح على مسجدين في نيوزيلندا وقتل فيه نحو 50 شخصا أثناء صلاة الجمعة الماضي، وطلب كتاب بسن تشريعات على المستوى الدولي خاصة في الدول الغربية لمواجهة أشكال التطرف والعنف ضد المسلمين والمهاجرين، حيث كتب زكي بن أرشيد في صحيفة رأي اليوم الإلكترونية اللندنية بدور المؤسسات الدولية مقالا بعنوان نحو عالم يخلو من التطرف، وليس من مصلحتنا اتهام العالم، ومن لا يدين الإرهاب إرهابي. وأفاد أن المحافظة على الأمن العالمي والسلام الدولي يستوجب موقفا صريحا وواضحا من مجلس الأمن، إضافة إلى وقف التحريض العنصري في أوروبا والولايات المتحدة ضد المسلمين. وأضاف أن العالم لن يهنأ بالأمن والسلام والاستقرار مع استمرار الظلم والقهر والاستبداد. وأفاد الأمين العام السابق لحزب جبهة العمل الإسلامي في مقاله الذي حظي باهتمام كبير أن أول محطات المصارحة تكمن بالاعتراف بأن الدول الغربية على العموم والإدارة الأمريكية على وجه الخصوص هي الداعمة لأنظمة الحكم الفاسدة المستبدة المتحكمة في بلداننا، وهي سبب شقائنا وتخلفنا. ولولا هذا الدعم الكامل لما استطاعت هذه الأنظمة المعزولة أن تبقى وتستمر. هذا ما صرح به بوضوح الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب عندما قال إن الدعم الأمريكي هو الذي يضمن بقاء تلك الأنظمة، ولولا ذلك الدعم لما استطاعت البقاء لمدة أسبوعين. تصدرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرين عناوين الصحف بردود أفعالها العاطفية تارة والحازمة تارة أخرى إزاء الهجوم الذي وقع على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش يوم الجمعة الماضي. وعنون موقع البي بي سي رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرين التي تدفع نحو تغيير قوانين السلاح، وأبدت أردرين تعاطفا جديدا تجاه الضحايا وأسرهم، وظهرت مرتين وهي ترتدي الحجاب في زيارتين للجالية المسلمة، والتقطت العدسات صورها وهي تربت على أكتاف البعض وتحتضن آخرين. وأكدت على أن الحكومة ستقدم الدعم المالي للأسر التي فقدت من يعولها. وظهرت أردرين في سياق آخر وهي تقول بكل حزم أن منفذ الهجوم ليس منا، وتطمئن الضحايا وأسرهم والمسلمين في نيوزيلندا أن حكومتها ستدفع تجاه تعديل قوانين الأسلحة في البلاد. ثم نشرت تغريدة على موقع تويتر قالت ما حدث عمل عنف غير مسبوق وليس له مكان في نيوزيلندا، وكثير من الضحايا هم من أعضاء جاليتنا المهاجرة، ونيوزيلندا هي موطنهم وهم منا. وأوضحت أن مكتبها تلقى وثيقة من المشتبه به قبل 9 دقائق من بدء الهجمات، لكن لم تتضمن أي تفاصيل محددة كموقع الهجوم، وإنها أرسلتها إلى أجهزة الأمن في غضون دقيقتين. كان الجمعة الكرامة تاريخا فاصلا في حياتي، غيرت لدي الكثير من المفاهيم وأضافت لي الكثير، الأهم أنني أيقنت يومها أنه لا يهم في أي وقت تموت، ولكن متى وعلى ماذا يجب أن تموت. هكذا بدأ أحد شهود جمعة الكرامة في الكتابة بعد 8 أعوام من وقوعها، لكن معاذ الصوفي يكتب وكأنه يتذكر حدثا وقع البارحة فيضيف في ذلك اليوم صليت الجمعة أنا وأخي في بداية شارع العدل، وبعد الصلاة احتشدنا حول المنصة لنهتف ارحل. كنت أمام المنصة تماما وكنت أهتف ارحل من أعماقي. نحن أمام المنصة والساحة ممتلئة بالشباب، مرت طائرة هليكوبتر كانت تصور أو لا أدري، المهم أني شعرت حينها أني أهتف ارحل إلى وجه علي صالح مباشرة. كان الشعور يومها مختلفا بالرغم أني كنت قبل ذلك متابعا باهتمام كبير لثورة التونسية.
كانت قوة الأمن المركزي تحرس الساحة، شيدت جداراً كان الهدف منه عزل الثوار وتضييق الساحة بحيث لا تستوعب أكثر من هذا العدد ولا تتوسع أكثر، لكن الثوار جميعاً أصروا على هدم الجدار وكان هناك إجماع على هدمه. كانت الساحة مزدحمة جدا في يوم جمعة الكرامة، بدأ الدخان يتصاعد من جولة القادسية سابقا وجولة الشهداء حاليا، والناس بدأت تهرع باتجاه الدخان وبدأنا نسمع إطلاق الرصاص، وكان الشباب يهتفون سلمية سلمية، لكن القناص القاتل لا يفهم هذا المعنى. كانت المنصة تحاول أن تسيطر على الوضع في الساحة، قال الذي في المنصة: الشباب من عند تسجيلات الإيمان وتحت باتجاه الجدار يتحرك لمساعدة إخوانهم عند الجدار، والبقية تحافظ على هدوءكم. تعالت أصوات الرصاص وبدأت دراجات نارية بإسعاف الشهداء والجرحى إلى المستشفى الميداني ساحة مسجد الجامعة القريب المنصة. لم نستطع الصبر وانتظار تعليمات المنصة، فهب الناس باتجاه الجدار. كان الثوار قد قدموا درسا عظيما بشجاعة والإقدام، هدموا الجدار ودخلوا البيت التي يطلق منها الرصاص وأمسكوا بمجموعة من القناصين، لكن بعد أن سقط الشهداء والجرحى وارتوى الشارع بالدماء الطاهرة. حتى الآن لا تزال جمعة الكرامة هي أطهر الأيام وهي أعمق تحول في التاريخ اليمني، والذي قدم فيه الشباب الثوار درسا بليغا في السلمية، وبصدورهم العارية يحطمون العنف ويتصدون له بثقة وثبات. الشعب الذي أصبح شهيرا بعد أن رمى السياسي الأسترالي فريز أنينغ بالبيضة، ها هو يعلن كما نشر موقع عربي بوست اعتزامه التبرع بغالبية الأموال التي تصله عبر موقع جمع التبرعات إلى مصابي وعائلات ضحايا مجزرة المسجدين بنيوزيلندا. وتم إنشاء صفحة لصبي البيض 17 عاما على موقع التبرعات لجمع أموال تساعده على مقاضاة السيناتور الأسترالي العنصري فريزر أنينغ قانونيا، إضافة إلى شراء مزيد من البيض. بدأت قصة الصبي البيض عندما كسر بيضة على رأس السيناتور فريزر أنينغ بينما كان يتحدث إلى وسائل الإعلام في اجتماع حاشد لمؤيديه اليمينيين المتطرفين في مدينة ملبورن الأسترالية. بعد ساعات من الهجوم الإرهابي في كرايست تشيرش، أصدر أنينغ بيانا قال فيه إن السبب الحقيقي وراء الهجوم هو برنامج الهجرة الذي يسمح للمسلمين بالانتقال إلى نيوزيلندا. حافية القدمين تتسبب بشجار دام على متن الطائرة، أما التفاصيل فتقول صحيفة الشرق الأوسط إن الشرطة الأسبانية احتجزت راكبين كان على متن طائرة تابعة لشركة ريان إير بعد شجار دام وقع بينهما بسبب عدم ارتداء سيدة لحذائها أثناء ذهابها لمرحاض الطائرة. وبحسب الصحيفة فقد وقع الحادث على متن طائرة كانت متجهة من بريطانيا إلى جزيرة تنيريفي الإسبانية، حيث لاحظ أحد الرجال سيدة تتجه نحو المرحاض من دون حذاء، وهو الأمر الذي أثار استياءه، ما دفع الرجل للتشاجر مع السيدة ليقوم صديقها بالتدخل أيضا. وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الراكبين وهما يتشاجران بعنف في وسط الطائرة، حيث قام بضرب بعضهم البعض بل وضرب الركاب حاولوا فض النزاع بينهما، ما أدى إلى تناثر الدماء في أنحاء الطائرة. ولم تنجح محاولات مضيفات الطيران في فض النزاع بين الرجلين اللذين كانا في حالة سكر شديد، واستمر الشجار حتى هبوط الطائرة. التضامن مع ضحايا مذبحة المسجدين في نيوزيلندا، حيوانات الطبيعة وتلك اللقطات الساحرة لها، بالإضافة إلى صور أخرى منوعة من صحيفة الديلي تلغراف، فلنتابع.
الريشة اليوم، ما الذي ستقوله لنا؟ دعونا نعرف ذلك من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نكون قد وصلنا إياكم إلى ختام هذه الحلقة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.